على وجه الخصوص محافظة البصرة، إضافة إلى ميسان وذي قار، تزداد نسب الإصابات بالأمراض السرطانية لدى قاطني المناطق القريبة من الحقول النفطية، حتى وصل المواطن لقناعة تامة بأن الأجواء الملوثة في البصرة تجعلها مدينة غير صالحة للعيش. هي هاي سببها، يعني الحكومة بالبصرة ما قاعد تقوم هذا الشيء. وثانيا المستشفيات، انا قلت باول بداية ان المستشفيات كلها ذباب، كلها صراصر، وماكو عناية. اي عناية؟ اذا اكذب انا مثلا، تعالوا زوروا المستشفيات وشوفوها. البصرة تعتبر منطقة صناعية، صارت يعني غير صالحة للعيش بالنسبة للحرارة بسبب هاي الوضعية. يعني المستشفيات، بالنسبة للمستشفيات لا حدث، يعني بلا حرج، يعني ماكو مستشفى تروح وانت قلبك مرتاح من ناحيته، يعني بالعكس راح تتمرض ما تتعالج. ارتفاع نسب الإصابات بالأمراض السرطانية في نواحي البصرة وأقضيتها القريبة من الحقول النفطية لا تعتبر النقطة السلبية الوحيدة بهذا الملف، حيث تضاف لها معاناة السكان بعدم وجود المستشفيات والكوادر الكفوة لعلاج هكذا حالات. احنا قضاء المدينة عندنا تقريبا نسبة بالسرطان تقريبا 40%. قضاء مدينة كامل ما بي ولا مستشفى تعبان متهالك. عندنا حتى اللي انصاب حادث لو في شيء ينقلونه من قضاء المدينة إلى محافظة البصرة المركز. جاي يعانون من السرطان والمستشفى ما جاي يسوي، يعني ما عندها خدمة للمواطن. يعني هذيك الخبرة القوية ماكو، أكثر الدكاترة مسافرة يعني بالخارج. من جهتها دائرة حماية وتحسين البيئة في المنطقة الجنوبية تحذر من تسجيل 2000 إصابة سنويا بالأمراض السرطانية بسبب تلوث الهواء والماء والتربة. حجم الاستخراجات النفطية الحاصلة في المنطقة الجنوبية وفي محافظة البصرة، ارتفاع حصيلة الأمراض السرطانية التي وصلت إلى معدل أكثر من 2000 حالة إصابة بالسرطان، يعني مؤشر كبير وواضح على مدى تأثيرات هذه الاستخراجات على صحة الناس لا سيما في محافظة البصرة. تجدر الإشارة إلى أن كبرى الشركات النفطية الملتزمة خارج العراق بضوابط الصحة والسلامة والمحافظة على البيئة لا تطبق ذلك في العراق لغياب الرادع القانونية. من البصرة، أركان تقي، قناة التغيير.